كيفك يا جد؟ صباح الخير. يعني اليوم حبيت الرسالة كوكينج غير شكل، حتى البير كمان ايه عن قيد. اوكي خبرنا شو رح اليوم الرسالة. اذا بدك الكومبينيشن هيك حلوه يعني وطيبه وشوي رفيناه، رح ناخذ فيليه هلا رح نقصها بطريقه رح نشوفها سوا. أوكي. رح نفتحها اذا بدك مثل الشيت، رح تصير مثل ورقه. نرجع نحط بقلبها فوغرا، نحط بقلبها تروف رابي ويل دو تروف، اكيد ملح وبهار. رح نرجع نلفها ونردها لنفس الشكل. اوكي نربطها، نرجع نطبخها بالمقلاية، نرجع نحطها بالفرن. رح نرجع نعمل مع بطاطا مع تروف حدا كمان مع بقدونس مع حبق بقلبها وزيت زيتون، ورح نعمل صوص اذا بدك بالفاني حدا نبيد كريم دمي جلاس. حلو شو يلا منقلع. هلا الاساس اليوم هو بالفيليه، سو الفيليه بدنا نجيبها شقفه وحده مزبوط. انا منظفها قبل شيء، لا اذا بدك السكن بيكون في هون مثل ما بيقولوا الدنب هيك رفيع، وعندنا هون اللزقه اللي بتيجي معلقه على الراس كمان شلناها. هلا نحن اللي رح نعمله رح نقصها هيك، اذا بتلاحظي عم نقص من تحت. بدنا نرجع نضل نقص نقص هيك لحتى تفتح معي لتحت، تضل كلها معلقه ببعضها. اوكي هاي اول بارتي نقصت. هلا صار عندنا هاي البارتي هون اسمك صارت هدول. صارت اسمك إيه؟ هون بعد بدنا نفتحها وان شيت لنقلبها. اوكي كانها مبرومه يعني. مزبوط هلا هون بدنا نقص مثل ما قصينا هون. ناخذها من هون. اي سي سو منا كنية عن بس نقص مثل الباجيت. لا لا مو لا. اكيد لانه لترجع تلف معنا. ايه بدها تنلف يعني كل الحشوه تظهر ساعتها. هذا كله ما عندنا مشكله فيه، هلا كله رح يرجع لبعضه ويرجع يتربط. هلا هاي البارتي السميكه كمان كمان رح نرجع نقصها. نفك منها مزبوط. هلا هون عندنا طلع شقف سميكه، هلا بنرجع نقصها كمان بغير طريقه. هيك شو صارت؟ اذا بتلاحظي كيف عم نقصها هيك فتحت اكثر. ما هي اوكي. هلا هون عندنا شقف سميكه بنجرحها هيك ترجع تفتح لحالها. مدمد ايه سو الحشوة هي تروف فوغرا تروف رابي زيت التروف. مزبوط لأن هو كل الطعم بالزيت. لما نحط هاي الحشوة بحاجة نملح؟ ايه أكيد بدنا نحط ملح. هاي خلصت. اوكي إذا بتلاحظي عم بحط إيدي عم بدسها مطرح ما في سمك ميكي. عم برجع أقصها بهالشكل هيك. اوكي اوكي هلا رح ناخذ رشة ملح. رشة بهار. ملعقة. كيف بنحطهم هون بنفرفطهم؟ بدنا نفرفطهم بس قبل بدنا ناخذ التروف هيك. التروف ما بينحط كميات ايه؟ رح نكفي شغل بالفيليه بعد هالوقفة. لكن أول شي بلشنا بقص الفيليه صارت مثل فلات إذا بديك فلات ودهنت عليها حطينا تروف نوار تروف رابي ملح بهار. هلا حطينا حبق، أخذنا الفوغرا المطبوخ إذا بتلاحظي كسرناه ما كثير قريب على بعضه لأن طعمته كثير قوية، يعني ما بدنا أكيد. إذا بدك الدهانة كلها فوغرا بتطلع حدي طعمتها كثير قوية أصلا هو كمان بالفرن بيرجع يدوب. مزبوط بياخذ إذا بدك مطرحه أكثر ايه. وهون رح ناخذ الويل دو تروف اللي هو كثير هلا عم تشم ريحته كيف بتطلع دغري. نقطتين بس لانه طعمته حاده. ها هي الفيله. هلا هون رح نبلش نشتغل فيها تنلفها مثل ما قلنا، يعني ناخذها بهالشكل مثل الساندويش يعني. بدنا نرجع نردها لشكلها مثل ما بلشنا فيها. اوكي كثير هينه ما بنشد كثير عليها لانه دغري اللحمه بتفتح عن بعضها بتنخزي اذا بتلاحظي عم عريحتها عم نلفها. حلو هلا بدنا نربطها. يلا وين؟ الفسال قهوة هيدا مقصوص جاهز. مرة ربطت أنا وياكي يمكن أو أنا وستيفاني ما بعرف. بلا صرنا مربطين كذا مرة.
اوكي. إذا بتلاحظي أول شيء بنحط العقدة فوق بهالشكل. يعني صار عندنا عقدة. اوكي. إذا بدك توقفي على الشمال أهين يمكن تشوفي. اوكي. هلا بناخذها بهالشكل. بنفوت نعمل إذا بدك برمي بإيدنا بنفوتها هيك. صار عندنا أول عقدة، بننزلها لتحت هيك. نرجع منشد طلوع لتاخذ محلها وتصير شكلها بالنص ما منشد كثير. نرجع اذا بتلاحظي كيف فوتها هيك. هلا هون نحن قد ما بدنا منقرب العقده على الثانيه، كل ما قربناها كل ما حصرنا اللحمه اكثر. من تحت نرجع منشد طلوع تتشد. اذا بتلاحظي كيف عم ترجع اللحمه تاخذ محلها. لما كانت هيك شوي، يعني هاد تكنيك الحشي مهم نتعلمها. لانه من هون ورايح صار فينا اذا بدك شو عبالنا نحشي الفيليه بنحشيها، والتربيط اساسي كمان لانه ما بقعد فينا نطبخها اذا منا مربطه كلها. ايه اكيد بتفلت بتفتح وبتظهر كل الحشوه. هلا هون الكويسون نحن بنقرره. هلا نحن بالمقلية بس بدنا نعطيها لون. نحن بدنا نعطيها لون اكيد. لانه اذا بنفوتها دغري على الفرن بتستوي، بس بتطلع من برا لونها كثير مش حلو، يعني بيطلع اذا بدك لونها كثير بني فاتح. فبدنا نعطيها لون حلو بالمقلية ونرجع نكفي لها طبخة بالفرن. تقريبا بالفرن 15 دقيقة بتاخديها اذا بدك مويان. اوكي من هونيك ورايح شو عبالك تزيدي وقت خفيف وقت كيف عبالك اللحمة، كمان انت بتتحكمي بالوقت. الحرارة بدها تكون حرارة شوي عالية، يعني إذا الفرن 400 الماكسيموم بدنا نحطه على 300. شو ما أحليها صارت. عجل شوي فيها. سلاد جاد لكن بطاطا مش شاوي بطاطا، أنا قشرناها هلا بالبريك. رح نقصها كيوب يعني؟ مش رح نقصها، رح نكسرها إذا بدك تكسير إكرازي. نفرفطها. حط لها شوية زيت زيتون، ملح، بهار، تروف رابي كمان، بقدونس حبق بقلبها. اوكي. بعد عقدة وبدنا نرجع نعمل صوص دغري. هلا رح نبلش بالصوص كمان. هون بدك نحمي هلا المقلية أو مش دغري بدك تبلش باللحمة؟ لا بدي حمي الكسرول، لا بدي بلش بالصوص قبل. الكسرول. اللحمة آخر شيء بنطبخها وبنحطها بالفرن. وهي اللحمة خلصت. اوكي هذا الحبل بنشيله، وهي اللحمة بنشيل الحبل الزايد. ها هي جاهزة انه صار جاهزة للطبخ. عظيم، رجعت لشكلها الطبيعي. الحشوة بقلبها رح نحطها بالصحن. اوكي نغير الكفوف ونشيل البلاتو لنبلش بشيء ثاني. مثل ما قلنا هلا قبل ما نختم نقليها ونحطها بالفرن. الصوص شو بدك تبلش؟ بدي بلش اول شيء بدي شيل البلاتو والسكين. في بصله؟ بدنا نبلش بالبصله. رح ناخذ بصله ورح ناخذ سكين ورح ناخذ شقفه من البصله. بتحط زيت زيتون؟ يلا. حيحديك اثنين امان. ما بدي كثير بصل. شقفة، ربع الشقفة اللي حطيناها. رح ناخذ بهالشكل. هلا رح ناخذ الفاني نقصه نجرحه. الفاني رح نحس بنكهته؟ اكيد رح نغليه هلا بالصوص. كثير منيح، يعني رح ناخذ الفانيليا. اذا بتلاحظي شو رح نعمل، رح ناخده نقصه هيك نرجع نجرحه. هلا فتح نقصه بعد شوي نفضيه من جوا. ما رح نفضيه، رح ناخده نغليه ونعمل له ريدكشن بقلبه. اوكي هلا بتظهر كل النكهه اللي بقلبه. اذا بتلاحظي يعني اصبع واحد بكفي وزياده لانه طعمته كثير قويه وحاده.
ورقه غار. خفي. هلا اذا بتلاحظي البصله انجا اخذت لون، دغري رح نحط تقريبا كبايه. هلا هون طعمه الفانيليا بدها تظهر تينا، لانه رح تغلي بالنقعه، مش قنعه، كمان رح تسخن الستيك تبع الفانيليا وتظهر كل الطعمه منها. هلا هون رح نتركها. اوكي. انا جايب معي دومي جلاس، مرقه العظم اللي دائما بنحكي عنها. هلا شي 5 مينتس بس تغلي تعمل ريدكشن نبيض مع الفانيليا بنرجع بنحطها. حلو. شو عندنا؟ بطاطا. نتيلا سلاد؟ يلا. بطاطا بطاطا. هاي البطاطا اذا بتاخذي ملقه بس بدك تفرفطيها. معلقه او شوكه؟ اللي بدك اياه. شوكه. فيك تاخذي هاي وفيك تاخذي شوكه من تحتك. نجرب الشوكه. نغير. كثير منيح. بهالوقت رح افرم شوية بقدونس، رح افرم شوية حبق. إذا بدك هيدي ورم سلاد جارنيتور للحمة. لكن البطاطا رح نزيد لها الحبق، البقدونس، شوية تروف. تروف رابي، ويل دو تروف. وزيت زيتون. زيت زيتون مزبوط، ويل دو تروف، يعني عندنا نوعين زيت كرمال هيك ما رح نكتر من نوع واحد. هون البيض بلش يغلي. هو الهدف مثل ما انت عم تعملي كثير مزبوط، انه يبقى شقف كبيره وشقف صغيره. عظيم. لكن اللحمه نحن رح نقليها مثل ما قلنا شوي بالمقليه. مزبوط. قبل ما نحطها بالفرن قد ايه بدها وقت بالفرن؟ مثل ما قلنا 15 دقيقه. اوكي. هذا التروف. يامي الريحه. وهيدا نايس زيت التروف. حلو. لكن مشاهدينا رح نرجع نلتقى معكم بالتيستينج، رح ناخذ وقفه سريعه ومن بعدها رانديفو. جاد. يلا. اوه شو حلوه اللحمه. اللحمه مثل ما قلنا بصيروا بتشتغلوا اشياء بتطلع روايح طيبه، واحد ما بيقعد يركز على شغله، بصير راسه على طول هون، اي ساعه تيستينج، اي ساعه تيستينج. يلا وصل التيستينج يا البال. طيب رح نقص اللحمه، اللحمه مثل ما قلنا شلناها نحن اذا بدك هون سنيانت شوي. هلا المشاهدين اللي على بالهم اكيد يسطوها اكثر بيعطوها من 5 دقائق ل 10 دقائق بعد. اذا حدا عم بيقول ينزع ويسخن اكثر نحن ما عندنا مشكله، بس احنا بناكلها سينيو. يلا بس ايه بتحطي بطاطا لبلش انا اعطيه. يلا مثل ما قلنا اللحمه حمراء، نعطي البير. الصوص لكينا قلت لي فيها مرقه عجل. مزبوط. كريم فريش. كريم فريش وفانيا والبيض وبصل. شو بتحبي شوي مستوي اكثر ولا كيف؟ بعطيك من النص او من ال؟ لا منيحه بالنص. يلا. ايه بس شقفه وحده. شقفه وحده. البير فيك تبلش. لا I'll wait for you. جاد انت كيف بتحب اللحمه؟ سنيانت كمان. كمان سنيانت. يعني اذا فيك في رانيا كمان. اذا فكرته ولو للحظه. تظنوا لحالكم. رانيا شقفي او شقفتين لحمه؟ ثلاثة أربعة. اوكي لكن اثنين لعلبير، خمسة لرانيا. تفضلي. ثانك يو. يلا بلشوا. صوص. أنا بجيب صحن إلي. ميرسي ألبير. حتيكون معك. الصوص شو قصته؟ بنزيد شوية صوص على ال. ليه ما حطيت أنت جاي؟ يلا ها. عليها؟ بيان سور. سويت ما هيك. اكيد فيها شيء سويت. لا الصوص منا سويت. منا سويت. بس فيها بيض، فيها زبده، فيها
فاني. ثانك يو. بقلب اللحم في فواجرا لكن في تروف. بون ابيتي. واو سلاد. شو حلوه طعمه نكهه التروف مع البطاطا جد. شي كثير طيب. ومنه قويه. تري بون. جاد ذيس از ا فيستيف ميل يعني هيدي بدها اسي سبيسيال هيدي مناسبه معينه. نحن اذا بدك نطرنا لان كنا كل هالشهر عم نعمل اشياء قاطع وفيجيتيريان فتركنا الاشياء حتى بكره عندنا روسات كمان كمان سبيسيال. خلصنا قواطع يعني؟ والبطاطا سلاد يعني مش بيريه سلاد بطاطا يعني اوكي طيب كثير كلها طيبة اللحمة حتى بنفس الوقت كمان البطاطا والصوص تعلمنا تكنيك جديد لنشتغل باللحمة صار صح. شو عبالنا نحط بقلبها فينا نشتغل نفس التكنيك ونغير بسهولة صار فينا نحشي اللحمة. ثانك يو جاد لكن مشاهدينا بكره جاد بوصفة جديدة. نحن رح ناخذ بريك ومنكفي برنامجنا.